نحن كلنا والجمهور والنجوم بنلبس البندانة وبنكون مستعدين عشان الميدل بيست في الرياض واللي بيكون نهاية هذا الأسبوع. وفي الويكند كان البس البندانة الهاشتاج وروح يا وحش ترند في السعودية، وهو الهاشتاج اللي أطلقه معالي المستشار من خلال بوست نشره على تويتر وكتب فيه: ضيعت مراهقتي أسمع كسرات، بروح ميدل بيست أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط. وختم تعليقه بي: بلبس البندانة وروح انبسط وولعها. والكل تفاعل مع هالهاشتاج، وأبرز نجوم العالم العربي أيضا تفاعلوا وأعلنوا أنهم رح يشاركوا بالحفل ويلبسوا البندانة. فعلق أكرم حسني بما معناه أنه مش أنت وحدك يا أبو ناصر حاب تحضر الحفل، وإن شاء الله نتقابل هناك يوم 21 ديسمبر وبتكون حفلة ناجحة وتكسر الدنيا مثل باقي فعاليات موسم الرياض. أما رابح صقر فعلق أنه رح يحضر الحفل ويلبس البندانة مع معالي المستشار، ونحن طبعا اليوم أنا لابسة البندانة ومتحضرين للحفل اللي راح يولع الدنيا أنا وزملائي. أكيد طبعا كلنا أكيد مستنين الحفل. وكمان عمرو يوسف علق وقال إن الحفلة شكلها هتبقى نار، وختم تعليقه إن البندانة جاهزة من دلوقتي. وحمائي كمان اتوجه بتعليقه لمعالي المستشار وقال له: مفيش حاجة ضاعت يا أبو ناصر، يلا بينا ننبسط ونبسط الناس كمان معانا. وكمان ختم تعليقه إنه جاهز البندانة برضه من دلوقتي. ومحمد هنيدي كمان جاهز البندانة بحسب ما قال في تعليقه على البوست. واحنا أكيد خبرناكم من قبل إن حفل الميدل بيست بيكون أضخم تجمع للدي جيز في العالم، ولكن المفاجأة الحلوة اللي تم الإعلان عنها في الويكند أن نجوم العالم العربي بيكونون بارت من هذا الحفل من خلال فقرات ريمكس لأغانيهم بيلعبها أكيد أحد الدي جيز المشاركين. وانتشرت بوسترات التيزرز تحذر الجمهور مع أي من الدي جيز بيكون ماجد المهندس وحمائي وراشد الماجد وأيضا رابح صقر. مية دي جي وفنان عالمي ورابح وراشد وماجد وعمرو دياب وحماي. وهالنجوم عبروا عن حماسهم لمشاركتهم في المهرجان الكبير من خلال فيديوهات وجهوها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. فشفنا فيديوز لمحمد حمائي، راشد الماجد ورابح صقر. هلا يا حبايبي، يسعد مساكم. انتظروني ان شاء الله يوم 19 ديسمبر في حفلة الميدل بيست، وراح البس البندانة معك يا ابو ناصر. ومش بس نجوم الغناء اللي تفاعلوا مع هذا الحدث، فأيضا فوز الفهد، غادة مصلي، إبراهيم باشا، تمر القباني، سارة مراد، وبيان لنجاوي، وأحمد حلمي. هلبس البندانة واطلع على حفلة الميدل بيست في الرياض، أشوفكم هناك. وأكيد كل الأنظار متوجهة نحو هذا الحدث العالمي اللي بيجمع أكثر من 100 فنان من أنحاء العالم على 5 مسارح تتجهز خصيصا لهذا الحدث. شيء ما قد صار ذا بالتاريخ، اللي مو حاضر شيء زي ذي ما راح يقدر يحصل شيء بالكواليتي ده في أي مكان بالعالم. فهالمسارح الخمسة بتكون من أهم مسارح العالم، وأصغر مسرح يتسع لألفين شخص، أما المسرح الكبير فبيستقبل 45,000 شخص. هذا حسب ما أعلن بالمؤتمر الصحفي الخاص في هذا الحدث. عرض المسرح نفسه 100 متر، المسرح صنع في بلجيكا وجبناه هنا بالطيارات عشان نركبه. حيكون خالص إن شاء الله يوم الحفل أو قبل يوم الحفل. حيكون في سكرينز ويعني very interactive حيكون إن شاء الله. وهذه المسارح بتبهر الجمهور في الشوز اللي بتنعرض عليها على مدى 3 أيام ابتداء من 19 وحتى 21 ديسمبر. ديفيد جيتا، تيستو، مارتن جاريكس، ريهاب، أفرو جاك، جي بالفن، بالإضافة إلى كمان فنانين عالميين: داني تناغليا، جيمبستر، لي بيرج، بدوين، نيكول مدبر، كاسي. ما شاء الله لستة طويلة وما تنتهي، لائحة طويلة جدا. ولستة المواهب السعودية بتكون طويلة أيضا، وبيشارك مجموعة كبيرة من النجوم والدي جيز السعوديين مثل عدنان منجل، فارو، خالد الخالدي، وأحمد العماري الملقب ببالو. الموسيقى اللي ألعبها اسمها ديب هاوس. أنا صار لي فوق 22 سنة شغال كدي جي، الآن فرصة لنا أنه نقدر نوري هذه المواهب في السعودية. نوع الموسيقى اللي حقدمها تعتبر تقريبا هاوس أو ديب هاوس، هي عبارة عن variety of different sounds، شيء الكل يقدر ينجذب عليه. وهالمواهب بتلعب أنواع كثيرة من الموسيقى خلال هذا الحدث العالمي. في الـ EDM stage اللي هي الـ mainstream music، الـ commercial music، وعندنا طبعا الـ underground zone حتكون مقسم لثلاثة مسارح. حيكون في الـ تكنو ستيج من أكبر الفنانين العالميين في عالم التكنو زي جيمي جونز، زي نيكول مدبر. طبعا في عندنا الهاوس ستيج مع أسطورة الهاوس ميوزك داني تناغليا. غير كده عندنا التشيل أوت ستيج اللي هو الداون بيست، اللي هو لو أنت تعبت من الحركة في الحفلة تقدر تروح هناك تروق، نوع الميوزك داون تيمبو ما هو صاخب.